مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ومع هذه الحالة الإنسانية اللي كنتمنى أنكم كاملين أنكم تعاطفوا مع هذه الشابة وتعاونوها. هذه فاطمة زهرة، شابة في عمر ديالها 30 سنة، أم ديال جوج الوليدات، مرضاش بالسل دابا مدة ديال شهرين. الوليد اللي عنده 5 سنين ما تعاداش، ولكن البنيته الرضيعة اللي يلاه عندها 10 شهور تعادات. الحالة ديال البنيته حالة مستعجلة وصعيبة بزاف، خاصة أنها ولات كترد الدم، المرحلة اللي فيها المرض غدا وكتقدم. عاطينها في السبيطار الهيروشي ياك اختي، الهيروشي، ان البنيته خاصها تدخل للسبيطار. عطينا ورقه ديال انها خاصها تنعس في السبيطار دابا مده ديال فاتت اسبوع على المده اللي عطاوها، خاصها مبلغ ديال 1500 درهم. كنتمنى الله يجازيكم بخير، الناس المحسنين القلوب رحيمه، انهم يتدخلوا. عندها الوثائق، عندها كل شيء، اللي بغى يجي هو بيديه ويخلص السبيطار. الاهم عندنا هو هذه البنيته تدخل باش انها تعالج. السلام عليكم اختي. عاودي لينا اختي بنزار، كيفاش تمرضتي؟ كيفاش تمرضت لك البنيته ديالك اللي عندها 10 شهور وباقا مسكينه صغيره ما عارفه والو؟ السلام عليكم اختي. انا الكحبه كنت تنكحب بزاف، شويه وليت تنتخنق، مشيت عند الطبيبه عطاتني شي دواء وقالت لي ديري بلاكال صدرك. يعني في الاول كنتي غير كتكحي عادي؟ بقيت تنكحب، وهي تصيفطني عطاتني ورقه قالت لي سيري ديري بلاكال الكحبه ما عادياش. ملي طلعت للسبيطار ديال السول داروا لي ديال الريق، ملي شافوا الولسيس قال تحليله. ملي شافت اختي الولسيس وهي تقول لي عندك السول، دارتها لي الغد رجعت ليها قالت لي يعني فاش درتي التحليله عرفت ان عندك السول؟ قالت لي ماشي واعر غير هنا، في ما وصلش لي يعني الريتي ولا شي حاجه. يعني انت عندك السول غير هنا في الحلق؟ صافي قالت لي حاولي ترد، قلت لها كنرضعي، قالت لي واخا ترضعي حاولي ما تكحبيش على ديك البنيته. ولكن انت لمده شهرين وانت مريضه، يعني راه بحال المرض تنقل لبنتك ديك المده ديال شهرين اللي ما كنتيش عارفه فيها. واخا ما تصابتش ربي واختي والدين ما تصابتش ليا، حيتاش كنت واخا هكاك راده البال مع المده اختي. قولي دابا شي شهر باش طاحت لي شهر. بقات سخانه تتهبط يعني شهر انتي مرضات؟ ما بقات سخانه تتهبط بالمره، صافي اختي وبدات المعاناه معاها. طلعتها للسبيطار تنقول لهم راه الاعراض راه تتعرق بحالي، راه الماكله ما بقاتش تقدر تاكل، شدوها داروا لها حتى هي بحالي. وهي تقول لي بنتك راه واصله لواحد المرحله، بنتك واصله لواحد المرحله اللي خاصها النعاس دابا دابا. قالت لي ولا تموت في يدك. يعني قالت لك بابا ان بنتك وصلت مرحله صعيبه بزاف. اختي وثيقه عندي، الورقه هي عندي. هبطت لبن رشد قالوا لي جيتي متعاد اخرى مع الجوج غدا جيبي لها حويجاتها وجيبيها. مشيت اخلص في نورشت، مني وصلت خلصت واحد المبلغ اللي هو بسيط. صافي قلت غندخل، وهي تقول لي هبطي لتحت طبعي هاد الورقه وطلعي عندي عمريها. مني بوت كنت صدم قالت لي الاخرى 1500 درهم. اختي حضرت راسي وخرجت بحالي. انت ما عندك هاد المبلغ؟ ما عنديش، عندي 50 درهم باش غنرجع في الطاكسي وغندير ولدي معايا الفطور، لا اقل اختي ولا اكثر. انت باقا صغيره وعندك معذبه مع هاد الوليدات وزادك المرض دابا. سيرتو اختي المرض، شتي ربي راه يدير لك رزقك تعيشي به. تتشوفي فيها تتنازع مسكينه تتموت ما تتشوفش النعاس. قلتي لي ولات كترد الدم، انت كأم كتكتبي بنتك كترد الدم، يعني راه كتألمي من جهه. وصلت واحد المعار وقالوا لي حتى النعاس قلبي عليه نعس معاها، وانا يتيمه ما عندي حتى حد. قالوا لي لا دخلناك غتعادي كاع الوليدات الصغار، قلبي على فرمليه ديري لها 100 درهم النهار ولا شوفي شي مراوله وانا ما في استطاعتي والو. راه تيشوفوني المشاهدين اللي تيعرفني راه غيقول لك هاد السيده كانوا مربينا شي ناس ودابا راه والو مسكينه من دار لدار. تقول للمحسنين اللي قادرين يعتقوا لك بنتك، انت اهم حاجه كتهمك دابا هي بنتك تعتق، وشي واحد من المحسنين اللي يخلص لك هذا المبلغ ديال 1500 درهم. اختي كفيك، كنطلب منهم يد المساعده، انا محتاجه لهم بزاف، عمرني ما وصلت هذه المرحله، اليوم ما وقفت عليهم. تنتمنى اختي ما يتخلاوش عليا. سيدي صحتك، انت قلتي لي غادي كتدهور، يعني من 81 كيلو 40 كيلو راه واحد الصوت من كبير. من 84 كلشي، وكانت تيقول لي نقصي غدي تعاني مستمنه. طاحت واحد الطيحه ما كايناش، شاهي مسدوده. وسيرتو مني ولات بنتك في هذه الحاله صافي راه اش غت وليتي غير كدوري وكتبكي ما لقيتي جهد ما لقيتي. والله تمخليه واحد البيت كاريه وجالسه مع هاد السيده تنقول ما عنديش باش نفطر ولدي غنهبط بعدا نتكا على عيشه وخيره كثر مني. نداءك اختي المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن واللي قادرين انهم يعتقوا لك بنتك هذا المبلغ باش بنتك تدخل للسبيطار، حيت هاد البنيته ما خاصكش تبقاي هازاها في ظهرك وكدوري بها. هاد البنيته خاصها بلاصه في السبيطار باش تعالج، حيت الطبيبه قالت لك الا فاتت في المده راه كيولي خطر على حياتك. اختي ما تنهضرش من فراغ، اي كلمه قلتها عندي وثيقه عليها، اي كلمه اختي
كنقولها راه عندي وثيقة عليها، وتنطلب منهم اختي ما يتخلوش عليا، تنطلب منهم ما يتخلوش عليا، بغيتهم ما يشوفوش المحنة ابدا، ما يشوفوش هاد العذاب اللي تنشوفو تتشوفو هاد البنية. في صراحة هذه القصة المؤلمة ديال فاطمة الزهراء والابنة ديالها الرضيعة رؤية اللي في العمر ديالها يلاه 10 شهور، كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير. أنا كنت بارطاجيو هذا اللايف وهذه البنيته تعتق. السيدة عندها دوسي ميديكال وعندها الوثائق ديالها، ما نقدروش نبينوا الوثائق، ولكن الناس المحسنين اللي قادرين أنهم يعاونوها تواصلوا معها في واتساب، يعني الرقم راه فيه الواتساب، تواصلوا معها وهي غادي توريكم الوثائق كامله. كنتمنى هاد البنيته انها تعتق، ديروها بنتكم. البنيته يلاه في العمر ديالها 10 شهور، الحاله الصحيه ديالها صعيبه بزاف، ولات كترد الدم، يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير انكم تعاونوها. حتى الناس اللي بغاو يخلصوا هما بيديهم يمشيو للسبيطار ولا تلاقاوها وتسيروا للسبيطار. الاهم عندنا من هاد البنت هو هاد البنيته رؤيه اللي في العمر ديالها 10 شهور انها تعتق وانها تدخل للسبيطار. دابا الورقه راه فيها اكثر من اسبوع فازت وفات يعني كنتمنى والله يجازيكم بخير انكم تعاونوا، اقسم بالله وتشوفوا البنيته تقلبكم انه يتقطع عليها. الله يجازيكم بخير، الام رضات بالسول حتى البنيته هي سعدات. الله يجازيكم بخير مشاهدينا، بارطاجيو هذا اللايف باش هاد الام تلقى قلوب رحيمه، تلقى ناس محسنين اللي غاديين يحنوا فيها ويحنوا في الابنه ديالها. 07 70 07 اخرى 26 03 هذا هو الرقم ديالها. هنا مشاهدينا بقى لي انا نودعكم، نتلاقاوكم ان شاء الله بث مباشر اخر، موضوع اخر.